تحت شعار كويت جديدة ونظيفة، دشنت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية المرحلة الثالثة من حملة تنظيف منطقة كبد بمشاركة بلدية الكويت وفريق كويتي بالقمة والجيش الأمريكي في البلاد. تهدف الحملة إلى إزالة المخلفات الصلبة والحيوانية من المنطقة. جهود كبرى بذلت في حملة تنظيف كبد قادها رئيس الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف، والذي أشاد خلالها بجهود الجهات المعنية والشباب الوطني في سبيل أن تكون الكويت جديدة ونظيفة. الكويت تستاهل أن تكون نظيفة. بهذه الكلمات دشنت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع بلدية الكويت وفريق كويتي بالقمة والجيش الأمريكي المرحلة الثالثة لحملة تنظيف منطقة كبد، في خطوة تهدف خلالها الجهات المعنية لتكريس التنظيف في مناطق البلاد انطلاقا من منطقة كبد. أنا تلقيت دعوة كريمة الأسبوع الماضي من البنات في فريق كويتي بالقمة، وعدتهم أني أتشرف بهالشيء، وفعلا تشرفت بزيارتي وياهم، وراح أظل أشارك مع أي فريق إن كان. وأصدقائنا بالجيش الأمريكي شاركونا اليوم، هم مو بس جايين لقتال ولا شيء، حتى لمساعدتنا في بناء أي شيء. إحنا بروحنا ما نقدر نسوي شيء، وإذا شفتوا اليوم البلدية بعالياتهم، الإطفاء، الداخلية، بنات وزملائهم في مجهوداتهم الشخصية تطوعوا بدون مطالبات في أي شيء، تطوعوا، هذه ديرتكم وأنتم اللي تعيشون فيها. إحنا طبعا بتوجيهات من معالي وزير الدولة بشؤون البلدية ومدير عام الكويت أحمد المفوحي، أيضا البلدية دورها دور طبعا التعاون مع الجميع في هذا الشأن. إحنا نقول لك أخوان تعاونوا معنا في هذا الجانب، بالنهاية أنتم اللي قاعدين هنا وهذه بالنهاية ديرتكم. حملة تنظيف منطقة كبد حققت نجاحا واسعا من خلال إزالة ما يقارب 400 طن من المخلفات الصلبة والحيوانية، وسط جهود كبرى بذلت من المتطوعين الشباب الذين شاركوا في هذه الحملة لتكون كبد خالية من المخلفات. أنا سعيد جدا بوجودي في الكويت والمشاركة بهذه الحملة الهادفة لتنظيف البيئة الكويتية. رأينا عملا رائعا على أيدي الشباب الكويتي، وأشكر المسؤولين لإتاحة الفرصة لي لشرف المشاركة بهذه الحملة الرائعة. فريق كويتي بالقمة التطوعية بيثبت حق كل دول العالم أن الكويت من أكثر الدول اهتمام بالبيئة. طبعا احنا كثر ما نقدر نبي نوعي الناس على الاهتمام بالبيئة وبالنظافة. البلدية واضح ومجهودهم واضح، وكوننا احنا اتحاد للثروة الحيوانية مشاركين وبالمقدمة في كل حدث يكون فيه متطوعين لهذا البلد العزيز في نظافة الجواخير. الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والمجتمع المدني عازمة على الاستثمار في العنصر الوطني في تنظيف مناطق البلاد المختلفة من خلال مشاركة الكوادر الوطنية التطوعية وصولا لكويت جديدة ونظيفة. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت.